هاي، ازيكم؟ الفترة اللي جاية دي في افراح كتيرة قوي، واهم سؤال بيبقى هتلبسي ايه. انا قررت ان الحلقة دي اجيب لكم فساتين مختلفة تساعدكم في الاختيار. قبل ما اوريكم الفساتين عايزة الفت نظركم لحاجة. عادة كل سيزن بيبقى فيه برينت او نقشة هي اللي ظاهرة. السيزن ده كلهم ظاهرين في كل انواع البرينتس، وعندي كذا فستان عايزة اوريها لكم. ده فستان دي ان جي. دولشي اند جابانا قرروا انه ده اخر سيزن هيعملوا كولكشن بتاع دي ان جي، هيركزوا اكتر على دولشي اند جابانا لاين. الفستان ده سبيسيفيكلي كان هو اول لوك يطلع في اخر رانوي بتاع دولشي اند جابانا. عباره عن سكارفز ملفوفه مربوطه حوالين الجسم. احلى حاجه فيه ان هو بينطق جسم البنت. الفستان ده باي ديزاينر اسمها ماري كاترانزو. ماري كاترانزو دي اشتهرت بقدرتها ان هي تلعب بالبرينتس بطرق مختلفه. شكل الفستان ده ينفع لاي مناسبه. الطريقه الفستان ده متصمم بيه ان هو يبقى قصير من قدام وطويل من ورا، بيخليه عملي قوي لفرح في الجنينه. الفستان الديان فان فيرستنبرغ ده احلى حاجه فيه البرينت، وان هو خفيف قوي فيليق لاي ايفنت على البحر، وبرده يليق قوي على الحوامل. انا عن نفسي بحب البس الفستان ده مع حزام حوالين الوسط، بيدي شكل حلو قوي. اكتر لون موضه الصيف ده هو الاورنج، وعايزه اقول لكم الاورنج ده بيليق قوي في الصيف على التان. حاجة في فستان كارين ميلن ده، المكان المحطوط فيه دانتال بيخلي جسم البنت احلى. الفستان ده من فيلا بابوشكا، وهو اسيمتريكال، بيليق قوي على البنت اللي تحب بوهيميان ستايل. انا البسه مع حزام واكسسوارز ذهبي كبيره. الفستان ده من فيلا بابوشكا، مناسب قوي لاي فرح في الجنينه. احلى حاجه في الفستان ده ان هو كولر بلوك، معناته ان هو فيه اورنج وبينك مع بعض. وبرده الفستان ده مناسب قوي للبنات اللي في العشرينات. الفستان الاسود ما ينفعش نتكلم على فساتين سواريه وما نتكلمش على فساتين السوداء. الفساتين السوداء دايما بتبقى سهله، دايما شكلها حلو، طول عمرها شيك. الفستان الاسود ده من كارين ميلن، دي بابلم. بابلم معناتها انه بيبقى فيه قماش زياده بيفلير اوت كده، بيليق قوي على معظم البنات اللي عندها وسط صغير. لو فستان زي ده من نيكول ميلر، ده ممكن يبقى موجود عندكم في الدولاب، طلعوه في اي وقت ودايما هتبقوا شيك. الجزء ده من الحلقه مش مجرد فساتين بس، اخترت لكم حاجات تفكرني بهوليوود، تفكرني بريد كاربت، تفكرني موفي بريميرز كده يعني. اللي هوريه لكم دلوقتي يمشي مع بنات جريئه جدا بتحب تاخد ريسك. اول جامب سوت بيفكرني جدا بجينيفر لوباز، انتوا دايما بتلاقوها بتلبس جامب سوت وده ستايل بتاعها قوي. اكتر حاجه عاجبني فيه النكلس. الجامب سوت ده ممكن يتلبس في خطوبه، في النهار، في جنينه، اتس بيرفكت فور ذات. الفستان الابيض ده ما ينفعش يتلبس في فرح، بس اول ما شفته في بيبي كنت لازم اوريه لكم. بيفكرني كتير قوي بجوينيث باوترو اللي لبسته في الاوسكارز 2012 باي توم فورد، بس في نفس الوقت برضو فكرني بكيم كارداشيان اما لبست فستان زي ده في الاميز من كام سنه. الفستان الجوزيف ده اللي لقيته في بوتيك 51 فكرني قوي بالكالفن كلاين اللي كلير دينز لبسته السنه اللي فاتت في الجولدن جلوبز. اكتر حاجه بيعجبني فيه ان هو سيمبل وفيري مودرن في نفس الوقت. اول ما شفت الفستان الماكساكو ده اللي هو بينك بس فتح قوي ان هو تقريبا لون الجسم، فكرت في حد واحد بس، فكرت في كيت ميدلتون. كلاسيك قوي جريشن، هي بتموت في الفساتين الجريشن، وحسيته هيليق على كل بنت. احلى حاجه في الجامب سوت ده ان هو كمام طويله، فينفع لواحده ما بتحبش تلبس مفتوح او واحده محجبه. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم، وان تكونوا لقيتوا فساتين ممكن تساعدكم تردوا على السؤال انا هلبس ايه الفرح الجاي.